50 عام في الحرفة، وكنت في واحد بلاصة أخرى، وكتب لي الله جيت عاوتاني لهنايا، والمهنة ديال الوالد الله يرحمه كان الله يجعل البركة، حنا خدامين فيها الله يجعل البركة، وليداتنا كبروا حتى حنا كبرنا الله يكبرنا على طاعة الله، هذا هو. عام 78 شدينا الشهادة الاستحقاق، كانت الغرفة الصناعة ديك الساعة، كان الخيرات باقي، هاد المهنة باقي مستمرة، ماليها باقيين اللي ماتوا ماليها، ما بقاتش لا الغرفة لا والو. تما شدينا الشهادة الاستحقاق من الغرفة الصناعة. الصعوبات اللي كاين في هذه الحرفه هو الانسان اللي يخلي لك الشغل، انت كتجبد من جيبك كتخلص المسائل ديالك، تجيب ليه السلعه وتخلصها وتحطها هنا، هذيك هي الصعوبات اللي فيها ومشاكل. ما كلها الحمد لله زوينه، بقاو شي مال الحرفه مساكن مشاو كلهم الله يرحمهم، شحال واحد كنعرفو ماتوا الله يرحمهم كلهم في هذه الحرفه مساكن، ما بقات شيء، غادي الحرفه وكتنقص قد شيء كتطول، ماشي بحال زمان، زمان كان كل شيء هذا الشيء كان يكون موجود، يقبل ما بقى شيء، على ود الشغل كيجي من برا، الصباط دابا كيجي البال من برا، وهذا داك الشيء علاش ما بقاش يقبل ديال هنايا، داك الشيء علاش الحرفة ما بقاش غادية اللور، الحرفة غادية كتنقص. يعني كنخليها بحال الا خلى لك الوالد شي حاجه ما تقدرش تفرط فيها، خلى لك الوالد الحرفه ما قدرتيش تفرط فيها، وما كاينش البديل. النهار اللي تمرت شد له فراش تصبر، ما كان لا تغطيه صحيه لا حتى حاجه، هذا هو اللي كاين. الا جاك غير الرواح كتشد له فراش حتى كتصبر كتجي عاوتاني المهنه ديالك، وإن ربي الحمد لله ما كيخيب شيء. الدراري ديال دابا مابقاوش يتعلموا الحرفة، إما الحرفة راه زوينة إلا بقات راه زينة، ولكن الناس مابقاوش كيهتمدو بها، غادي كتنقر، غادي الحرفة كتنقص. الله يجعل البركة، الله على الليلة وكلنا فيه الخبز، الدراري كبروا الدراري الحمد لله، اللهم لك الحمد، كل شيء في محلهم، كل شيء في سميتو، وحنا راه باقيين مع الرياضة، كنديرو مع هاد الحرفة الرياضة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.